إذا تحكي لمصلحة المواطن فمصلحة أكو هواية أمور قفزوا عليها قبل لا يوصلون الموضوع الرقابة الذكية، اللي هو أولا أنت بدال ما تنصب هيجي أمور، أول شيء كلفتها عالية وإدامتها شبه مستحيلة بهذا الوضع. هو الأولى أنه أنت تنصب الإشارات الكلاسيكية وتسيطر عليها، بعد ما سيطر على الإشارات الكلاسيكية الطبيعية اللي هي غير قادرين احنا هسه على انشائها، تدري بسبب موضوع الكهرباء الى 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 اخره. تقفز انت على موضوع الرادار والاشاره الذكيه اللي هي اللي يشيل تليفون لسبب او لاخر تطق له صوره، احزام ناسي لانه هو بازدحام تطق له صوره، السرعه اصلا انت ما عندك اي ثقافه بمحددات السرعه بداخل شوارع بغداد، هي شوارع بغداد اصلا غير مؤهله انه تسوق بها بسرعه طبيعيه، ايش حال السرعه العاليه؟ فالموضوع مو بس رئيس، هذا رئيس الشارع بشكل عام، هذا الموضوع خصص لغرض الجباية فقط مو لمصلحة المواطن. احنا قفزنا من رقم واحد، من رقم صفر مو رقم واحد الى رقم الف رأسا، احنا غير نتدرج بالحلول، اول شيء مجسرات صحيحة، ثانيا طرق سليمة، ثالثا اعداد سيارات تتناسب مع الكثافة السكانية وتتناسب مع استيعابية الشوارع، تنحل هاي المسائل وبعدين انت تقفز تروح للإشارات الذكية.